شقة حصل فيها حريق. طبعا من اخطر الاشياء على الخرسانة ان يحدث حريق او اشتعال نقطة الخرسانة. احنا لسه مشفناهاش، تعالوا نخش جوه نشوف ايه الحريق وسببه ايه واثر ولا ما اثرش. تعالوا معايا. هو ايه المشكلة اللي هنا؟ انا ما اعرفش انا دلوقتي. تعالى حاجة قول لنا بقى ايه المشكلة؟ المشكلة هو طبعا المريخ اللي بيتحرك. شقة، ما هو باين الاثار طبعا انا عرفتها طبعا من لو انا بطلع رجال الحريق والحاجات زي كده. فانا شايف اثار فعلا موجودة في السيراميك ومصورة بيها. كل مرة السقف ده ممكن من السلم. طبعا عايزين سلم. موجود السلم. هات بقى هات السلم. السلم تطلع هنا ولا تطلع فوق؟ لا عايز من هنا. من هنا نشوف اي سلم. هات لنا السلم كده اللي هو اللي تعرف اللي هو الدبل يعني او الدبل. تعالى الاول على من جيب السلم. حاضر. ماشي. سيبنا انا معاك. فطبعا السقف ده اللي فوق بيعدي ميه. بيعدي ميه. بتنزل الميه عندي هنا من الكهرباء. تعمل قفه في اللمبه دي. وانا هي دي السبب. وانا بطلع انزح الايه؟ تمسح المايه من فوق. انا مسافر عندي شغل شمال سينا في الشام. وهي اللي بتعمل يمين. بدل الساعه 6 ونص. الله يرحمه. جت الشقه كلها طبعا ولعت. جيت انا مسكت الحيطان دي كلها بالمحاره بتاع السقف ده. كله وشديت محاره من جديد والاوضه دي غيرت سيراميكها. تمام. وغيرت البلكونات دي ولعت غيرتها. ودهنت البيبان دي كلها بحلوقها ولعت غيرتها. وشلت كل حاجه في الشقه وغيرت كهرباء البلاط. وغيرت البلاط ودهنت بقى الحيطه من جديد. ودهنت الكلام ده كله. تمام. واخد بالك ده؟ ده اللي اتم معايا. ده بالنسبه لي اللي اتم معايا في المسابقه. ما هو ما قلتلوش ما اتصلتش بيه ولا انت ما حبيتش بقى حتى لو هم بقى ولا اي حاجه. انا عملت اللي يرضي الله. حاجتك. ماشي؟ فوجئت ان جاي بقول للسقف ده في مشكله. في منين بقى؟ من فوق؟ ما اعرفش بس كان من فوق ولا من ده. هو مبدئيا احنا هنا في شرخ هنا موجود. دي محاره. لا بالعربي العربي الدولي للترميم العربيه للترميم. ده مش محاره. هو في شرخ هنا وده سببه لما هنفتح دلوقتي ده هيطلع حديد مصدي. ما كان حتى الحديد ده مصدي. لا ملوش دعوه بالحريق. لا 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 صدر صدر. اتفضل. انا جاي لا تبعك ولا تبعك. مش انا عارف. انا ما عرفتش شكله الا قدام العربيه. تمام. اللي بيرضي ربنا احنا بنقوله للناس. الله يرضيك ويبارك لك. ربنا يرضيك ويبارك لك. احنا جايين هنا معاينه. عارف. بس اكتر من كده مبدئيا لا اعرفك ولا اعرف اساسا انا جاي ليه. انا اعرف ان في شقه فيها حريقه ونيجي نبص عليها. صلى على النبي. انا جاتني لجنه هندسيه من الحي. هاي بس الدين. قبل ما اعمل اي حاجه خالص قلت لهم تعالوا قايلوني. كويس. قولوا لي ايه الضرر وانا اعمله. تمام حلو. هم قالوا لي لا انت الضرر انك تنزل المحاره وتمحر. ماشي تمام خلاص. ماشي خلاص. في اي اضرار ثانيه يا جماعه؟ قال لك مفيش اي اضرار ثانيه. احنا بقى هنعمل حاجه مش خاصه بيه هو. خاصه بيك انت. تمام. لا اللي هي انت مين اللي قاعد في الشقه؟ لا هو اللي قاعد في الشقه مش انا. انا كنت صغير. انت سبتها يعني؟ بس اللي هيحصل ده بقى عشان اللي هيقعد هنا ما يحصلوش مشكله. ليه بقى؟ لان لو ده حديده بايظ هيبقى السقف ده في وضع خطر. تمام. لان حديد بايظ يعني بني ادم من غير عصب. كل يعني العماير اللي هنا كلها تيجي تتكسر وتوصل. خلاص احنا مالناش دعوه بيك انت. احنا جايين نبص بقى على الحاجات دي.
مش انك انت تبرر نفسك. لا هو ده انا مش مبرر. احنا بنقشر وهنشوف، هنقول اللي شفناه جوه. اطلع بقى قشر لنا هنا بقى كده بالشويش، وانا اتصور معاك عقبال ما اطلع بص على السقف. هو اللي عايز يجي معانا ايه؟ بس احنا عايزين حد يقشر لنا مكان الشرخ. قشر له مكان الشرخ ده بس حته صغيره على لا مش حته، عايزين يبان ان انا بجيب الحديد. بس انا عايز اطمن على الحديد. اتفضل. لكن ما تكفرش. بص كده على السطح فوق من هنا. هنشوف بقى على السطح في ايه. الهبوط ده عندك انت؟ احنا طبعا شايفين هنا حاله البلاط هبطه جامد. ممكن يكون السبب ان كانت في رمله هنا وقلبت. مش رمله بس، كل الاطباق دي كلها كده روقت تبقى دي كده شبكه الاطباق وراحت. طالما الهبوط ده موجود من فوق مش موجود تحت، تمام، يبقى ده مش هبوط سقف، ده هبوط فوق السقف. هبوط ما هو فوق السقف، لكن لو عندك المنحنى ده موجود تحت وموجود فوق يبقى ده في البلاط. ما هو عمل بقى، ما احنا بنقشر بقى اهو. انت عندك بقى هنا في شرخ هنا في السوق ده كده، وفي شرخ هنا برضو في السور في المنطقه دي هنا كده. ما تدوسش على السقف دايما. وفي سقف ده المربع المحيط بالعربي الدولي للترميم ده مربع. انا لو مشيت بخط هنا كده ومشيت اصابع كده هلاقي ان في مشكله في الكاميرا دي كده، هي اللي قطمه الشرخ ده وقطمه الشرخ ده وعامله معايا الاوفر لاب ده وعامله معايا شرخ في السور وشرخ في السور هنا. فهنا ممكن تكون الكاميرا دي فيها مشكله، والكاميرا اللي موجوده هنا دي فيها مشكله. الكاميرا اللي هي اللي ساقطه دي كاميرا، الكاميرا كل بين الاوض مش فيه كاميرا. هنشوفها بقى دي برضو، هنقشر عليها ونشوف ايه الحديد بتاعها عامل ايه. يعني طبعا انا لما يكون المربع ده مشروخ من السور من هنا ومشروخ من السور من هنا، يبقى في حاجه الناحيه دي كده عايز يقلب بره كده، هو اللي يقلب العمود وقفه. فيبقى هنا عندي مشكله هنا في الكاميرا دي في الكاميرا دي، وده اللي عمل الانحناء هنا برضو. وممكن يكون برضو طبق الدش لما اتشال واتحط مكانه البلاط وكده كله ده هبط وهرب وما كانش فيه رمل. كله ده هنعرفه منين بقى؟ من المعايده اللي احنا بنعملها. مش هنمشي الا ما نعرف ايه اللي موجود عندنا. اولا السطح ده لازم يتعزل. ماشي. بيتعزل بماده دلوقتي بتدهن زيها زي البلاستيك. لو انت عايز تدهن شقتك انت بس ممكن تدهن المسطح بتاع شقتك انت بس، لان انت بالمنظر ده كده السقف اللي تحت ده كده هيعدم. خلاص فتحت. طيب يلا ننزل نشوف بقى السقف عامل ايه. ثواني بقى كده منظر كده وهابط كده من هنا. كده انا والله اول مره اشوفه لما جبت اعمل. صور لي المستوى ده كده. بص احنا الكلام من بره حاجه بالعربي الدولي للترميم. غير كده كمان هو في هبوط في البلاطه دي. البلاطه دي فيها هبوط. البلاطه دي فيها هبوط. باين انا لما طلعت من فوق كده النقطه اللي هناك والنقطه دي عاليه والنقطه من هنا هبط. ليه؟ لان الواضح ان طبعا لو كان في طبق دش راكب فوق وزنه عالي على السقف مع ان الحديد بايظ فعمل الانحناء اللي حصل ده. حمل على السقف
لان الحديد بتاعه تعبان. فاضطر ان السقف يعمل ايه؟ يقوص من النص زي ما انت شايف كده. فهمتني؟ وصلت؟ السقف ده ايه؟ كده حديد وبوز. تمام؟ عايز طبعا ده يتركب له شبكه حديد جديده. هل الكلام ده منتشر عندك في الشقه؟ اكيد مش هيبقى عندك بس، ده هيبقى هنا والشقق اللي حواليك، لان المنظر اللي انا شفته فوق ده كميه المطر اللي موجوده فوق دي وعلى بلاط بالمنظر ده كده، كل الفتحات اللي بين البلاط وبعضيها دي بتنزل ميه على السقف. تنزل ميه على السقف، في املاح في الاسمنت وفي املاح في الزلط، في املاح في الرمله، تاكل في الحديد، لان انا دخلت الميه اللي بتخلي المعادله الكيميائيه تشتغل. مع احترامي لحضرتك، انا كل مره في الشتاء بالله انا كنت بحط طبق تحت الرمله دي، طبق. ايوه ما انا بقول لك، انا بقول لك المنظر بطلع عندك، المنظر ده مش عندك بس، ده العماره كلها لازم تتعمل. قبل ما تيجي تاخد الايجار وانت بتاخد الايجار من العيال عندي، مش قلت لهم؟ بصوا بره كده برضه على وشك. اديني لو طبقت وطبعا شوف السقف فوق لما جاش كده رنوا عليا. طبعا هو علشان خاطر دهن جديد ومشطح، فمش في تنميلات طبعا بقى موجوده في الشقه كلها طبعا عشان تبان. التنميلات هنا بالعربي، العربي للدوري الترميم او العربيه الترميم. نسبه الاسمنت ضعيفه. ودي اسمها املاح. دي كده اللي انا حاطط ايدي عليها دي املاح، دي املاح عماله تخرج معايا. علاج الحاجات الملاح دي هي اللي بتاكل في الحديد. علاج شفتها عامله ازاي؟ ده سببها الحريق يا استاذ الفاضل؟ لا 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 لا، لو في بقى الحريق مقصر هنا كان كله ده يبقى سواد. بس هنا الخرسانه عندي لونها رمادي زي ما هي، والزلطه شكلها نضيف لونها محبر. انت ما عندكش تاثير حرارة على السقف. ليه؟ لان هو اتلحق الموضوع. النار لما تقعد فترة كبيرة تبتدي تاكل في الخرسانة. لكن طبعا هنا علشان في ناس كانت ساكنة وفي ناس جيران والدنيا وكده، الموضوع اتلحق هبب بس عندك في الشقة. عمل هباب واللون الاسود، سيح بلاستيكات، الحاجات اللي هي الضعيفة، سريعة الاشتعال هي اللي تولع الأول. زي بلاستيك كهرباء، بلاستيك مواسير الكهرباء، مواسير الحمامات كده. لكن الخرسانة ما تأثرتش بالحريق. المشكلة اللي عندك هنا مشكلة قديمة سببها كمية المية اللي موجودة على السقف. بعرفك ولا اعرفك؟ لما الكلام الحل ده انت عايز ترمم السقف بتاعك.